إذن متابعة للتطورات المتسارعة في السودان، ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال. أهلا بك، تعذر عليك الوصول إلى الاستوديو بسبب التطورات الميدانية المتسارعة في الخرطوم. هل نحن أمام انقلاب؟ لا نستطيع ان نقول بان هنالك انقلاب، ولكن واضح ان هنالك تعقيدات كثيره جدا، وهنالك حاله اختناق سياسي تؤدي الى اختناق مروري، تؤدي الى اختناق في جميع المستويات. هذا جزء من الصراع الدائري المغلق ما بين الاطراف الحاكمه العسكريه والمدنيه، وسيدفع الشعب فواتير ذلك الصراع. السيد ضياء الدين، هل صوتي واضح؟ هل تسمعني بشكل جيد؟ لا لا، للأسف الصوت ما واضح جيد. سيد ضياء الدين، الاعتصام كان محصور في محيط القصر الرئاسي، أما اليوم فقد امتد إلى شوارع عدة، وأغلق المعتصمون طرقات أو كل الطرقات وسط الخرطوم. إلى أين تتجه الأمور ميدانيا، وماذا عن الاجتماعات السياسية؟ هل لها أي تأثير على الأرض؟ من الواضح ان الامور تتجه نحو التصعيد، كل طرف يريد ان يتمسك بموقفه، كل طرف يريد ان يفرض عقيدته على الطرف الاخر، لذلك لا نجد هنالك اي محاوله في احداث مقاربات توافقيه ما بين هذه الاطراف، وكلما استمرت هذه الحاله كلما تعقدت الاوضاع اكثر، اوضاع المواطنين، خاصه وان الصراع السياسي اصبح يؤثر تاثيرا مباشرا على حياه الناس في جميع الجوانب، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطرق، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الميناء الرئيسي في دولة السودان، وهو يمثل الرئة الاقتصادية بالنسبة للدولة، بالنسبة للسودان. فكلما تعقدت الأوضاع كلما ما كانت هنالك آثار شاردة مترتبة على حياة الناس. المفاوضات الجارية الآن لم ترشح أي معلومات تؤكد بأن هنالك تقدم قد حدث. كانت هنالك تصريحات من يحكم الناوي وهو في قوة الحرية والصغيرة المنشقة عن قوة الحرية والصغيرة الأساسية، وقال بأن هنالك تفاهم واتفاق ما بين البرهان وحمدوك على حل المجلس السيادي وحل مجلس الوزراء، ولكن صدر تصريح من قبل مكتب رئيس الوزراء نفع ذلك، بل بشكل أدق قال أن ما ورد في حديث مناوي غير دقيق، مما يشير بأن هنالك بعض من الحقيقة فيما قاله مناوي. المعلومات تكاد تكون شفيفة جدا، التصعيد متواصل، كان هنالك مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير تعرض لاحتداء وتعرض لتوقيف لمدى زمني كبير نسبة لهجوم عدد من المحتصمين امام القصر على مباني وكاله السودان للانباء. نعم. كل هذه التصعيدات اذا لم يتم الوصول الى حل، واذا لم يتم التوافق على رؤيه لتجاوز هذه الازمات، اتوقع ان تمضي الامور الى ما هو اسوء. سيد ضياء الدين، المجموعة المنشقة عن قوى الحرية والتغيير تقول أن الانسحاب من الشارع قبل حل حكومة حمدوك، ما هو مصير حكومة حمدوك برأيك؟ هذا هو موقف هذه القوة، ولكن هنالك شارع آخر عبر عن نفسه في 21 أكتوبر وهو يرفض حل هذه الحكومة ويتمسك برئيس الوزراء الموجود الان. هذا جزء من مشاهد الصراع، وهذا جزء من الاستقطاب الحاد الذي يحدث في السودان ما بين كل الاطراف، كل طرف كما قلت لك قبل قليل يتمسك برايه ويريد ان يفرض عقيدته على الطرف الاخر، وهذا يعقد الاوضاع، واذا لم تحدث تنازلات متبادله لن يتم الوصول الى توافق، اذا لم ترتفع قيمه المصلحه الوطنيه الى ما هو اعلى من المصالح الحزبيه والمصالح الذاتيه، ستظل هذه الازمه ازمه قائمه ومتصاعده، وربما تصل الى مواجهات باشكال متعدده.
للاسف ما يحدث في السودان الان هو دليل واضح على غياب الرشد والحكمه السياسيه وانسداد الافق خاصه وان التصعيد الاعلامي اخذ اشكال مختلفه وحتى التصعيد الميداني الان لم استطع ان اصل الى مبانيكم بالاعمار الكويتيه نتيجه لاغلاق الطرق. كثير من المواطنين عادوا الى منازلهم لانهم لا يستطيعون ان يصلوا الى مقر عملهم. هذه التعقيدات تؤثر على حياه الناس وتؤثر على معاشهم وتؤثر على مجمل الحياه العامه في السودان. وهي تدل بان النخب السياسيه لا تضع اعتبار لمعاناه المواطنين. هي تتصارع على المقاعد وتتصارع على المناطق وفي سبيل الوصول الى هذه الغنائم السياسيه يتضرر المواطن وتتضرر الدوله السودانيه. الان بمثل تتجاوز الشهر ميناء السودان الاساسي مغلق كما قلت لك في خبرانين. فهذه هي التعقيدات المختلفه. التدحرجات الامريكيه يمكن ان تسهم في تغريب وجهات النظر، يمكن ان تمارس الضغط ما على طرف او الطرف الاخر، ولكن في الاخير الولايات المتحده لا تملك الحلول ولا تملك اوراق هذه اللعبه الخطره التي تمارس في السياسه السودانيه. هي قد تساهم وقد تساعد ولكنها لا تملك الحلول الناجعه والحاسمه. الاراده الذاتيه للاطراف للوصول الى توافق وتقارب في المواقف هي الاساس. قد تكون هنالك ميسرات دوليه او اقليميه تاتي للتغريب بين وجهات النظر، ولكن في الاخير الحل هو في الخرطوم. الحل في القيادات السياسيه الموجوده الان والتي تتمادى في التصعيد على جميع المستويات اذا كان ذلك المستوى السياسي او المستوى الميداني او المستوى الاعلامي. نعم، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والتطورات الميدانية في السودان. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال، حدثنا مباشرة من الخرطوم.